الآن نذهب إلى موضوع آخر، حيث نظمت شركة انتخب منتوج أو منتج العام للمستهلك الجزائري مسابقة لاختيار أحسن المنتجات الجزائرية، وتم خلالها اختيار قرابة 50 منتوجا جزائريا من مختلف المنتجات الغذائية والخدمات حسب الإحصائيات التي تم تطبيق عينتها على 2400 شخص من 18 ولاية. تغطية كانت لملك الكاك. On a organisé ce soir le gala, la remise des prix, Tahibou Mentouj Lam. On a distribué plus de 55 trophées à des entreprises algériennes qui ont gagné le prix des consommateurs. Donc il y a plus de 9000 consommateurs à travers l'Algérie qui ont voté à travers différents canaux. Donc il y a le bureau d'études IMAR. ليخدمنا عن travail sur terrain sur 18 ولاية. سعداء جدا بالمشاركة في الطبعة هذه من اختيار أحسن المنتوجات في مختلف المجالات. مجمع فاديركو ككل سنة يحيط يعني يولي أهمية كبيرة للمستهلك وش ينتظر المستهلك. رانا اليوم حاضرين بسبعة منتجات اللي الحمد لله راهم كلهم توجوا بالجائزة هذه. السؤال تاعك مليح، يعني احنا يا دائم المستهلك سيت لوكوموتيف، القاطرة الأمامية تاع اهتمامات المؤسسة اللي يدعم اللي راحوا يكون لنا حافز انه كل سنة نطوروا منتوجاتنا، نطوروا وفرة موادنا، نطوروا نقاط توزيعنا.